أنا هيبة العقل، عمري 13. أنا كنت أحسن أمشي بس من سنتين صار مع هالمرض ما بقى أحسن أمشي، كسرت إجري وما بقى أحسن أمشي، وأنا مع ضمور في العصب في القدمين وما بقى أحسن أمشي من هذا المرض. أنا متضايقة هلق لأن ما بحسن أطلع ألعب مع رفقاتي، وبدي هيك كرسي تعيني عشان أطلع لبرا ألعب معهن ومبسط. الحمد لله لا قصر عندي كرسي، وأحسن لا أطلع عشان من الهواء ما عرف قوتي.